المركز الدولي للمؤتمرات عبد اللطيف رحال، وجهة خاصة للصحافة الوطنية والأجنبية لتغطية العملية الانتخابية. وسائل بشرية ومادية وضعت تحت تصرف الصحفيين لتمكينهم من تغطية مجريات الاستحقاق. فضاءات خصصت بالمركز الدولي للصحافة هنا بالمركز الدولي للمؤتمرات عبد اللطيف رحال من استوديوهات، وكذلك إمكانيات لوجستية وتقنية لصالح الأسرة الإعلامية من إعلام وطني وكذلك أجنبي لضمان التغطية لهذا الاستحقاق السياسي الهام المتعلق بالمحليات. السلطة ككل مرة وفي كل موعد انتخابي تهيئ كل الظروف اللازمة لاستقبال الصحفيين من مختلف القنوات الإذاعية وحتى على غرار مختلف المواعيد الانتخابية، يشارك العديد من ممثلي وسائل الإعلام الأجنبية في تغطية الحدث. بالنسبة للعملية التنظيمية، بداية من وزارة الاتصال وصولا إلى السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، هنالك العملية سارت بطريقة سلسة، تم استدعاؤنا من أجل تقديم الأوراق وما إلى ذلك، وتحصلنا على الاعتماد وبالتالي تسهيل عملية تغطية هذه الانتخابات سواء على مستوى مركز السلطة الوطنية المستقلة أو على مستوى مراكز الاقتراع. فالعملية كانت سلسة جدا وتمكننا بالفعل من التغطية في أريحية كبيرة. نلاحظ أن هناك محاولة لدائما تسهيل مهمة المراسلين في الجزائر من خلال هذه الأعمال التي هذه الوثائق التي أصبحت بسيطة، هذا من جهة. من جهة ثانية هناك محاولة لإشراك الإعلام الدولي في هذه العملية، في هذا المسار السياسي الذي تريده الجزائر أن يكون حاضرا في مختلف المنابر الدولية وليس فقط المنابر العالمية العربية هنا أو المحلية هنا في الجزائر، وهذا هو المهم. وفي ظل الظروف الصحية الاستثنائية، يبقى دور الصحافة الوطنية والأجنبية نقل مجريات الانتخابات التي يعول عليها لاستكمال البناء المؤسساتي في البلاد.